الاستعداد بدأ من قبل العيد، لأن احنا في رمضان لعبنا الزمالك في سيمي فاينال لبطولة الدوري، وكان في نفس الوقت الأهلي بيلعب الجزيرة، فالاستعداد بدأ من رمضان تقريبا، ماشيين في يعني في الاستعداد للماتشات دي. خلصنا السيمي فاينال، الفرقتين اللي كسبوا اللي هو احنا والأهلي وصلوا النهائي. لما احنا نعد عدد المباريات اللي احنا قابلنا الاهلي فيها على مدار الموسم ده، طلعوا حوالي 13 او 12 لقاء، النتيجه على ما اتذكر 7-6 الاهلي، فالنتيجه قريبه. بس انت يمكن فاكر الماتشات عشان هو كسبنا في فاينل، فبتقول هو صغير الاهلي كسبكم، هو الاهلي كسبنا في نهائي الكاس، لكن قبل كده مثلا في الدوري احنا كسبينه في اللي هو المراحل التمهيديه بتاعت الدوري، فالمباريات سجال بيننا وبين الاهلي يعني. فالموضوع مستنين بقى يعني نشوف نتيجة المباريات اللي جاية، توفيق اللاعبين، تركيزهم. مباراة تبقى يعني قوية بين، أنا شايف إن دول أحسن فرقتين موجودين في الدوري المصري دلوقتي، واللقاء هيبقى صعب بيننا وبينهم. ما فيش استعداد خاص، هو زي طريقتنا مع أي من لعب أي فرقة، بيبقى في بعض النقاط الفنية، وإحنا بنلعب الزمالك نفس الطريقة، في حاجات معينة ضد الزمالك، نفس الكلام إحنا بنعمله مع الأهلي. لكن هو في النهاية من بدون الشد العصبي يعني، هي مباراة كرة سلة بين فرقتين، توفيق اللعيبة وتركيزهم الدفاعي والهجومي والحاجات دي هي. لكن ما تقدرش تقول ان انت بتعمل مثلا سوري يعني ألعاب سحرية عشان المدرب التاني، ولا هو هيعمل ألعاب سحرية ضده، ما فيش سحر في الباسكت، هو تحليل أداء لاعبيها، تركيز ذهني، فالكلام ده العناصر دي كل مدرب، أنا متأكد ان مدرب النادي الأهلي بيقوم العناصر ده هي علشان يبقى يقدر يكسب الجيم، ده حقه وحقي، وده اللي احنا بنعمله احنا الاثنين يعني، والتوفيق في الاخر في ايدين اللعيبه ان شاء الله. احنا لاعبين 4 فاينل يمكن مع الاهلي لغايه دلوقتي. التجهيز العادي اللي هو بتاعنا بتاع كل مره، احنا بس بنظبط شويه التايمنج في الكريتيكال تايم، بس هي ديت اللي كانت المشكله. يمكن كانت المشكله الثانيه كمان التوفيق وعدم التوفيق، فبنحاول نعلي الريفلكس والكوميونيكيشن بين اللعيبه والكيمياء تمشي شويه. اتمنى التوفيق ان شاء الله للفرقه باذن الله في الفاينل ده، ونبقى يعني سيريس كويس نقدر نعوض بيه الثلاثه فاينل اللي فاتوا، يعني الثلاث بطولات اللي فاتوا الاهلي كسبهم. يمكن السنه اللي قبليها احنا اللي واخدين البطولات كلها، السنه دي 3 بطولات طلعوا، فالبطوله ديت ودي بطوله مهمه كمان بالنسبه لنا، وبطوله السوبر هي الاكبر وهي الاقوى. فإن شاء الله أتمنى التوفيق يكون حليفنا بإذن الله.